الحمايات ديال البرنامج ديال العمل الجماعي الباك اللي خصو تعاكف عليه، يعني مشيت مدينة الدار البيضاء. اول شيء بالنسبه لي انا هو خصو يكون يعني يقع واحد الصلح ما بين المركز والمحيط، يعني خاص البرنامج ديال العمل الجماعي يحاول يدارك الاخطاء اللي دارت سالفا في كيفيه تدبير الشان المحلي، اللي ركزت على المحيط على المركز اكثر من المحيط، وبالتالي خاص يعني تفعيل مبدا العداله الترابيه والعداله الاجتماعيه بشكل فعلي وعملي وحقيقي، وتاهيل الاحياء والمقاطعات الهامشيه المحيطه التي انتظرت 20 سنة وما زالت تعاني من مجموعه ديال النواقص على مستوى البنيه التحتيه وعلى مستوى التجهيزات وعلى مستوى الشبكات الطرقيه. وبالتالي لازم هذا المخطط ديال الجامعه ديال الدار البيضاء لهاد 6 سنوات الانيه والقادمه لازم يرد الاعتبار لهذه المقاطعات والاحياء المحيطيه الهامشيه، الحزام يعني ديال بين قوسين الذي كيعاني من التهميش ومن الفقر، اللي انطلق من سيد الخدير مرورا بليساسفة مرورا بسيد عروف مرورا بحي السالميه الهلويين سيدي مومن عين السبع. لازم رد الاعتبار يعني لهذه الاحياء هذه وهذه المقاطعات، يعني انطلاقا من نظره اللي جا بها المشرع في الميثاق الجماعي اللي خطط ورسم الميثاق ديال وحدات الجامعة وحدات مجلس مدينة الدار البيضاء، لأنه هذا هو الهدف من المجلس ومن الفكرة ديال المشرع ديال وحدات مدينة الدار البيضاء، وهو تكون نظرة شمولية ومتوازنة. لازم هذا التوازن يتحقق أولا على مستوى البنية التحتية، يجب مثلا تأهيل جميع الشوارع ديال الدار البيضاء بصفة موحدة برونقين برونقين وجماليه اللي كتعطي واحد النظره شموليه لمدينه الدار البيضاء بصفه عامه. يعني اولا تهيئها من حيث الرصيف ومن حيث الزفيت جميع الشوارع الناقصه تجهيزها، ثم كذلك يجب تغيير هذا النظام ديال الاناره بصفه عامه في الدار البيضاء. يجب ان الاناره تكون بداك الليد بالشكل الابيض وتكون يعني برونق جميل اللي يعطي الشوارع اللي الدار البيضاء جماليه، وما يبقاش هذه الاشكاليه ديال كل منطقه عندها نوع من الاناره. هذا شيء مهم. ثاني حاجه يجب كذلك اعطاء اهميه كبرى لمساله ديال المساحات الخضراء في جميع احياء ديال الدار البيضاء، خاص تكون فيها وجميع المقاطعات خاص تكون فيها ويعني مساحات خضراء اللي تخلق توازن بيئي حقيقي وتعطي واحد الهويه كذلك ديال الدار البيضاء، خاصه الاشجار. ماشي بالضروره تكون عندنا النخيل بحال جميع احياء المدن ديال المغرب، تكون واحد الشجره واحد النوع من الاشجار اللي كتتماشى مع الهويه تعطيها البيضاويه ديال الاسباس فير، خاصها تعطى حقه. ثاني حاجه خاص من الاولويات وهو توسيع الشبكه الطرقيه وحل الاشكاليه ديال النقل والتنقل، يعني كاع جميع يعني يعني باضافه مجموعه ديال القناطير ومجموعه ديال القناطير التحتيه والفوقيه، وبالاضافه كذلك الى خطوط اخرى ديال النقل والتنقل اللي غادي تربط هذه الاحياء الهامشيه والخارجيه والمحيطيه مع المركز ديال المدينه. لان مازال هناك اشكال في القضيه ديال السير والجولة والنقل والتنقل، وهنا حتى مكتب الدراسات اللي جا في هذا اللي كانت تكلم وجا واحد الدراسه حول مساله ديال النقل الحضري، راه مازال ما استوفاش يعني العمل ديالو الحقيقي، مازال ما تنتج منه الا 21%، خاص استكمال ديالو. هذه من الاولويات ديال مدينه الدار البيضاء. وثالثا من الاولويات كذلك في هذا المجال ديال الشبكه الطرقيه والنقل والتنقل، وهو اصبح من المستعجل يعني فك يعني العزله على المداخل المهمه ديال الدار البيضاء، مدخل مديونه ومدخل الجنوبي ديال المنطقه ديال طريق الجيده لساسه. هذه المداخل هذه اللي اصبحت كتعيش واحد الاشكاليه في السير مهمه وفي عدم الجماليه، بالتالي خاص تاهيلها بشكل استعجالي. نعطي كذلك مثلا بحال بعض القناطير اللي اصبحت كذلك
تشكل يعني عائقا وصعوبة كبيرة للمستفيدين منها، بحال مثلا لا روكاد ديال طريق ضربة الجزاء على مستوى بوزكورة أصبحت تشكل عائقا كبيرا وإرهاقا كبيرا للناس المستفيدين منها، كيبقاو فيها أكثر من ساعتين ثلاثة. هذيك الطريق ديال بوزكورة هذيك خصها من المستعجلات، من المسائل المستعجلة في الضربدة، فك العزلة على هذا القناطر وعلى هذه الطرق ديال بحال كما قلت لا روكاد اللي كدير ضربة الجزاء، خاص تأهيلها وشق مجموعة من الطرقات في اللي جاوا في بلان داميناجمون اللي هما لي فوا داميناجمون، خاص هذوك لي فوا داميناجمون يتحلوا بأقرب وقت ممكن باش يحلوا لنا الإشكالية ديال النقل والتنقل والربط ما بين المدينة والمحيط ديالها وما بين المدينة والمدن المجاورة لها بحال المحمدية بحال برشيد بحال مثلا بن سليمان. هذا على مستوى النقل والشبكة الطرقية. ثالثا خاص كذلك من المستعجلات وهو التعامل تجويد خدمات ديال النظافة، كيف يعني بحل إشكالية ديال ديك المطرح الجديد اللي اتخذ واللي الآن في طور الإنجاز، هذاك خصو يكون في المستوى المطلوب ديال الخدمات اللي طالبين البيضاويين، خاص يكون عندنا واحد المطرح اللي هو عصري مودرن اللي دار فيه الغوسيكلاج ودار فيه يعني عملية الفرز بشكل معقل وموضوعي، واللي حل لنا الاشكال البيئي ديال المطرح. هذه حتى هو نقطه مهمه. وكذلك مساله ديال النفايات، هذه كيظهر لي من المسائل الاساسيه، اربعه نقاط محوريه اساسيه. بطبيعه الحال الجانب الثقافي، خاص جميع المقاطعات تدار فيها برامج ثقافيه وتكون فيها بنيات ديال الثقافيه مؤهلة لاستقبال العمل والفعل الثقافي اللي تعطى حقه، لأن الثقافة ضروري باش توعي المواطنين وتعطيهم واحد الفكر ديال التمدن وديال السلوكيات والأخلاق العالية للتعامل مع المدينة الذكية اللي احنا نطمح إليها.